السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. كيف نقوم بإزالة الباسورد أو كيف نقوم بإزالة كلمة السر للفلاشة المقفلة بواسطة بيت لوكر، خاصية بيت لوكر المتواجدة في الويندوز 8 و 8.1، وكذلك هناك بعض النسخ من خاصة بالويندوز 7 تتواجد بهم خاصية بيت لوكر. كما تلاحظون هذه هي البيت لوكر، فهي متواجدة في بعض الويندوزات ك 8.1، ويندوز 7 هناك بعض النسخ فيها، وهناك نسخ لا توجد بها، كذلك متواجد على الويندوز 10. الآن كيف نقوم بإزالة الباسورد لهذه الفلاشة؟ كما تلاحظون معي كيف سوف نقوم بإزالة الباسورد، الطريقة سهلة جدا، هناك بعض الأشخاص لا يعرفون الطريقة، سوف أريكم من حل بسيط جدا. كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التالية. سوف نقوم ببعض الأمور، فتابعوا معي الطريقة. أول شيء سوف نقوم به نتوجه إلى كما تلاحظون إلى ديماري على هذا الشكل، ثم تقوم بالبحث عن كنترول بانل على هذا الشكل. سوف أجد بعض العتاب من بعض الإخوان يقول لك أنت تتحدث باللغة العربية وتشرح باللغة الإنجليزية، ماذا سوف أفعل لك أخي الكريم؟ فالويندوز لدي باللغة الإنجليزية، لذلك فقط أن تقوم باتباع الخطوات كما أقوم بشرحها، وإن شاء الله سوف تقوم بحل مشكلتك كما قلت بعد دخولك مباشرة إلى هذه الخاصية أو هذه الكنترول بانل. تقوم باختيار بيت لوكر كما تلاحظون، ديفايس انكريبشن، تقوم بالنقر عليه على هذا الشكل. بعد ذلك سوف يعطيك هنا مجموعة من الأقراص المتواجدة في البيت لوكر كما تلاحظون هنا. مباشرة سوف تتوجه إلى بيت لوكر unlocked، يعني القرص المقفل. سوف تضغط على هذه أيقونة بهذا الشكل، بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الخاصية، تقوم بالنقر على هذا الخيار على هذا الشكل. بعد ذلك سوف يطلب منك الباسورد، سوف أقوم بإدخال الباسورد الخاص بالفلاشة على هذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف يتم فتح معنا المجلد. هنا لديك مجموعة من الاختيارات، come back with your recovery key إذا كنت تريد استعادة الباسورد. هنا إذا كنت تريد تغيير الباسورد كما تلاحظون معي هنا، هنا remove password، هذه هي الخاصية التي نريد، هنا add smart card. هنا إذا كنت تريد مثلا هنا فلا تشتغل هذه الخاصية، كذلك هنا بعض الخاصيات الأخرى. سوف نختار remove بما أننا كما قلت سوف نقوم بإزالة الباسورد، سوف نختار هنا turn off bit locker، ثم تنقر هنا على turn off bit locker مرة أخرى على هذا الشكل. بعد ذلك ستكون قد قمت بإزالة الباسورد من الفلاشة الخاصة بك، وسوف نتوجه مباشرة إلى الديسك لوكال الخاص بنا، وسوف نجد أن الفلاشة تم إزالة منها الباسورد كما تلاحظون معي إخواني الكرام. هذه الطريقة بسيطة جدا، أتمنى أن تكون الفكرة والطريقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.